نشرة الأخبار على الحياة فم. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، والبداية بالعناوين. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بإسطنبول تؤكد سلامة أفراد الجالية التونسية. وانطلاق عملية رفع الفضلات وتنظيف الشوارع والصحة العامة بصفاقس. وفي التفاصيل، نظم اليوم الفريق الطبي وشبه الطبي بمركز الصحة الأساسية بالزهروني تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بتونس يوما مفتوحا لتقصي مرض السكري. وقد تضمن اليوم المفتوح عيادة طبية في طب الأسنان وقيس السكري وتقديم حصص توعوية وتثقيفية عند التغذية السليمة، وذلك لفائدة مجموعة من الأطفال بدار الشباب الحريرية وفق ما نشرته اليوم وزارة الصحة. في موضوع آخر، أفادت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بإسطنبول سلامة أفراد الجالية التونسية إثر عملية التفجير بشارع تقسيم. وأضافت القنصلية في بلاغ لها مساء اليوم على الفيسبوك أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة لدى المواطنين التونسيين إلى حد الآن. ودعت البعثة التونسية الدبلوماسية أفراد الجالية التونسية إلى الإبلاغ عن حالات الغياب أو الفقدان. وأعربت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بإسطنبول عن بالغ أسفها وتضامنها مع عائلات الضحايا على إثر الانفجار الذي هز شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول والذي خلف عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى. أحبطت الوحدات العائمة التابعة للإقليم البحري للحرس الوطني بالساحل ليلة البارحة 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وقامت بنجدة وإنقاذ 39 مجتازا تونسيا من الغرق وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحرس الوطني. تواصلت حتى مساء اليوم الأحد عملية رفع الفضلات وتنظيف الشوارع والصحة العامة بمدينة صفاقس والأحياء المجاورة لها بنسق حثيث ووتيرة أعلى، وذلك بتعبئة كل الموارد البشرية والفنية بإشراف والي صفاقس فاخر الفخفاخ وبحضور كل من رئيس عضو اللجنة الاستشارية لمتابعة مسار إدارة أزمة النفايات بولاية صفاقس ورئيس دائرة المدينة لبلدية صفاقس وممثل عن الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بصفاقس. ووجهت السلطات الجهوية دعوة للجميع من أجل معاضدة المجهودات والتفاعل الإيجابي للخروج من الأزمة البيئية الخانقة. في أخبار العالم، أفاد نائب الرئيس التركي أن الانفجار الذي وقع اليوم الأحد بشارع الاستقلال بإسطنبول ناتج عن تفجير امرأة لقنبلة، مشيرا إلى أن عدد الجرحى بلغ 81 من بينهم 2 في حالة حرجة. ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد في وقت سابق بالكشف عن منفذ الهجوم الشنيع مشيرا إلى ضلوع امرأة في عملية التفجير. وقال أردوغان في كلمة متلفزة أن الإرهاب لن يصل إلى هدفه، مشددا على أن محاولات التنظيمات الإرهابية لإسقاط الدولة ستفشل. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأحد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو بمحاولة السيطرة على آسيا والمحيط الهادي عبر عسكرة المنطقة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقد على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا في العاصمة الكمبودية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بإسطنبول تؤكد سلامة أفراد الجالية التونسية. وانطلاق عملية رفع فضلات وتنظيف الشوارع والصحة العامة بصفاقس. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.